السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتنا لليوم اللي هي الغريبة. هلأ في ناس كثير بيقولوا لك الغريبة ما بدها إشي، كلها ثلاث مكونات اللي هي السمنة والسكر المطحون والدقيق. فأنا بقول لك لا، هي من أصعب الحلويات، بدها شغل مظبوط وفيها تكات كثيرة، إذا ما عملتيها بتنشف معاك الغريبة. هلأ مقاديرها اللي راح أعملها اليوم، كاسة وربع من السمنة. السمنة بفضل يكون حيواني أو نباتي الموجود عندك. هلأ السمنة بنعايرها بالكاسة وبنحطها بالفريزر تجمد، أهم إشي إنها تكون جامدة، وإذا ما كانت جامدة بتسيح معاك الغريبة. هلأ هيك جمدناها، السمنة تقريبا بالغرام 250 جرام، وبدك كاسة ونص من السكر المطحون أو 200 جرام بالجرامات. الدقيق بدك نصف كيلو من الدقيق، تقريبا 3 كوب وربع حسب نوع الدقيق اللي راح تحتاجيه، فهو بين 3 كواب وربع 3 كواب ونصف هيك راح تاخذ معاكي. الدقيق بتنخليه كويس. هلا بنفضي السمنة وبنخفقها، اما بتخفقيها بمضرب يدوي وهذا راح تاخذ منك وقت كتير وجهد، او مضرب الكهرباء. انا عملتها بمضرب الكهرباء. بتخفقيها حتى تفك معك شوي، وبعديها بنضيف السكر. السكر اما بتطحني عندك بالبيت او بتشتري جاهز مطحون وجاهز، لكن اذا طحنتي بالبيت لازم تنخليه اكثر من مرة، عشان في احيانا بتكون حبيبات مش مطحونة، فالافضل انك تنخليهم بمصفاي ناعمة. هلأ ضفنا السكر على السمنة، بنخفقه يدويا اول اشي، وبعدها بنشغل الخفاق الكهربائي عشان ما يتطاير معاكي السكر. هلأ الناس اللي قبل ما كانوا يستعملوا لا مضرب ولا معلقة ولا اشي، كل شغل الغريبة بايدك. احنا هون ما بدنا نستخدم اليد باول خطواتها، لانه بتخافي تسيح معاكي الغريبة من حرارة اليد. فهي هيك خفقناهم حتى صار لونهم ابيض، شايفين اللون كيف تغير معاكي. بعديها بدنا نضيف الدقيق. الدقيق بنضيفه على مراحل، شايفين بهاي الطريقة بنحركه. هاي هيك اخذ 3 كوبايات او 3 كوب من الدقيق، حركناهم حتى رملت معاكي. هون استخدمنا اليد، بتحسيها مرملة معاكي بعد ما ضيعتي الطحين في السمنة. هلا حطينا عجينة الغريبة على الطاولة على مفرش السيليكون، وبدنا نبدأ ندعك فيها. هلا بتضلك تدعكي فيها، بتجيبي من الأخير لقدام وبتدعكي فيها. فهاي المرحلة بدها دعك كتير حتى تلين معاكي وتصبح عجينة متماسكة.
فأنت لا تحكي إنها فرطت معي أو إشي، هاي هي الغريبة إنها بدها دعك. إذا كانت عندك الكمية كبيرة فبتقدري تاخذي نصفها وتدعكي، والباقي وقت ما بدك تشتغلي فيها بتدعكيها. شايفين كيف مسكت معانا؟ هلأ حسيتها طرية، ضفت تقريبا معلقة الدقيق اللي بكيت معانا. كل ما دعكتيها بتاخذي نتيجة أفضل بالغريبة. هيها مسكت معانا الحمد لله. هلأ بدك تختبري الغريبة. إذا كانت معاكي العجينة ما بتمسك وبتتقطع معاكي، معناته السمنة زيادة. بدك تضيفي معلقة دقيق. لكن إذا كانت معاكي العجينة تتشكك، معناته هاي نقصها سمنة، فبدك تضيفي معلقة سمنة وتعجنيها برضو وتدعكيها دعك. شايفين هيها معانا كيف طلعت؟ لا مشققة ولا إشي. هلأ بدنا نبدأ نشتغل فيها. بدك تبعد المسافة بين كل قطعة وقطعة، بتخافي تفرش معاكي. إذا كانت سمنتها زيادة رح تفرش معاكي، لكن هيك أنا بتوقع إنها ما رح تفرش نهائيا. هي فرشة بكون بسيط جدا. هلأ بالنسبة للمكونات، ما بتضيفي خميرة، ما بتضيفي بيكنج باودر ولا إشي، بتضيفي معلقة من الفانيلا تعطيها نكهة. فشكلناها بهاي الطريقة، أخذنا قطعة صغيرة وحاولي إن كل القطع يكونوا بنفس الحجم. كورناها وضغطنا عليها شوي بأصبعنا عشان أحط فيها حبة اللوز أو حبة الفستق الحلبي. هلأ بس خلصت تشكيلها زينتها بالفستق الحلبي. هيك جهز معانا أول صينية، بضعها بالثلاجة عبال ما أخلص الصينية الثانية. الصينية الثانية أخذت قطعة صغيرة برمتها ولفيتها دائري بهذا الشكل. ممكن تعمليها دائرة، ممكن تعمليها بهذا الشكل. اللي بريحك. وبالنهاية زيناها برضو بالفستق الحلبي. وبتقدري تعملي أكثر من شكل من الأشكال هاي. دخلناها الفرن في الرف الوسط، الحرارة 180 والفرن مشغل مسبقا، يكون حامي. ما رح تاخذ معاكي وقت. أول ما تشوفي لونها تغير شغل الشواية شوي، بس ما تاخذ لون، بس تنشيف وطلعيها. وهيك جهزت معانا الغريبة. شايفين شكلها كيف؟ هشة وخفيفة وبتذوب بالثم. فإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ولايك للفيديو. وبتمنى إن شاء الله تجربوا هاي الوصفة. ويعطيكم ألف عافية، وكل سنة وأنتم سالمين يا رب.